وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. نرحب فيك دكتور رائد في نشرة أنباء الثالثة. وبداية دكتور، يعني قمة البحرين، هذه القمة الاستثنائية وما صدر عنها من بيان ختامي ومن توصيات هامة، كيف تقرأ يعني نجاح هذه القمة والتوصيات التي خرجت بها؟ بداية يعني تحية للبحرين ملكا وشعبا وللجهود يعني التي بذلت خلال فترة الإعداد للقمة. الحقيقة هذه يعني القمة الأولى أنا في كل تاريخي، يعني حضرت تقريبا 26 قمة عربية. هذه أول قمة يعني تحقق نتائج على الأرض ملموسة، ثم هذه القمة استطاعت بشكل واضح وحقيقي أن تضع حل أو بداية حل لأزماتنا العربية. أولا استطاع جلالة الملك بحكمته وقدرته على يعني إدارة شؤون القمة، استطاع فعليا أن يحقق مبدأ مهم جدا، هو مبدأ إحقاق الحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم. وطبعا هذا يعني يحسب للمملكة ويحسب لكل جهود العاملين فيها. النقطة الأخرى هي نقطة مهمة جدا، أنه هذه أول قمة عربية لا يحصل فيها خلافات، ودائما ما تحصل خلافات. ربما هذه أيضا لقدرة الدبلوماسية البحرينية وأيضا الباع الطويل للبحرين في تحقيق مسافة واحدة من كل قضايانا العربية. النقطة الأخرى أنا أعتقد أنه أيضا مهمة، إعلان البحرين، إعلان البحرين كأولوية للسلام في العالم وليس أولوية في سلام في منطقتنا، والحق في الصحة والتعليم والحق في الحياة أيضا. والدخول لتكنولوجيا المعلومات المهم جدا اللي إحنا طبعا عربيا متراجعين فيه. لهذا أنا أعتقد النجاح في القمة هو ليس نجاح التنظيم، بحرين لديها إمكانيات وقدرات كبيرة جدا تنظيم عشرات القمم وليس قمة واحدة. لكن النجاح الكبير هو تحقيق رؤية حقيقية لحل شامل لكل من كل مشاكلنا تقريبا في المنطقة، إضافة إلى يعني تأسيس مبادرة مهمة عالمية لإحقاق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وهذه تحسب لصانع القرار في المملكة. لهذا التهنئة لأنفسنا، لأننا يعني يمكن القول بأننا محظوظون بأن تترأس أو يترأس جلالة الملك حفظه الله الأعمال القمة العربية، وأنا أعتقد سيكون عاما مثقلا بالكثير من الأعمال التي يمكن أن ترسخ لمستقبل جديد لأمتنا العربية. نعم دكتور، كيف رصدت تعاطي الإعلام العربي والدولي مع هذه القمة ومخرجاتها؟ شوف، عربيا كان هناك اهتمام بلا أدنى شك، وكان هناك أيضا زخم كبير، استطاعت وزارة الإعلام وكل مركز الاتصال جهود كبيرة جدا. دوليا يمكن هذه المرة الأولى التي يعني تذهب القمة أو تذهب نتائج مخرجات القمة إلى كتابات وتحليلات المحللين السياسيين في أمريكا في أوروبا. انتبه لها المجتمع الدولي، نقلت أعمال القمة على بعض القنوات في الإيطالية والإسبانية والفرنسية، وكان هناك ترحيب يمكن هذه المرة الأولى في الإعلام الإسباني لمواكبة فكرة جلالة الملك بإقامة مؤتمر للسلام الدولي. وانت تعرف أن الإسبان أيضا عندهم مثل هذه المبادرة، لكن كان هناك اهتمام إسباني كبير على مستوى شرق آسيا، الصين و اهتمامها بالقمة. القمة أنا من وجهة نظري هي بما حققته من بيان أو إعلان المنامة، هذا هو المهم. هذا هي المرة الأولى من سنين طويلة كنا نحتاج إلى يعني أعادة حقيقة قمة المنامة، أعادة قضايانا العربية أمام المجتمع الدولي وأيضا أمام أنفسنا يعني مسؤولين على الأقل بالكلمة بالموقف اتجاه قضايانا المهمة. نعم دكتور، المبادرات التي ذكرتها الآن، مبادرات مملكة البحرين التي أطلقتها خلال القمة، كيف ستسهم هذه المبادرات في
لخلق أجواء من الاستقرار والأمن وأيضا لتسهيل التعامل العربي المشترك؟ شوف يعني مملكة البحرين استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترسي قواعد وترسخ قواعد السلام في العالم والتسامح والتعايش. لهذا لم يعني يستغرب المراقبون الحقيقيون لمسيرة البحرين خلال 25 ماضية أنه تخرج مثل هذه القرارات. أيضا الشيء المهم جدا أنه هذه القمة بقراراتها بإعلانها ستسهم بشكل أو بآخر نحو منطقة آمنة. نحتاج إلى الاستقرار والأمن ونحتاج إلى التنمية وإلى الصحة وإلى التعليم، وبالتالي ستسهم القرارات وإعلان أيضا المنامة لإحداث رخاء في المنطقة. منطقتنا مثقلة بالهموم بالتعب بالفقر بالتخلف بالصحن. لهذا اهتمام جلالة الملك حفظه الله في مسألة الصحة والتعليم والمبادرات الأخرى، أنا أعتقد بأنه ربما أقول يعني بشكل أو بآخر نظراتها المستقبلية جدا. أنا قلت للإخوة في العراق وأنا من العراق طبعا أنه الإخوة في البحرين بعد هذه القمة سوف يتعبون من يأتي بعدهم لإدارة شؤون القمة أو لرئاسة القمة العربية. قدمتم نموذج يحتذى به في العالم كقرارات وأيضا كسبل. نعم كانت مشاكلنا في آلية تنفيذ قرارات القمة العربية. أنا أعتقد أن كل شيء مجهز عندكم وجاهز لأن نحقق كل طموحات جلالة الملك وشعب البحرين كرئاسة للقمة العربية. سنلتزم نحن كعرب بكل القرارات اللي تصدر من البحرين لترسيخ العمل العربي المشترك اللي هو واحدة من أدبيات البحرين ملكا وشعبا ومحبين لهذا البلد. دكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. شكرا.